بعد أشهر طويلة من العمل وافتتاح القسم الأول من قرية بسمة السكنية، افتتحت منظمة الأيادي البيضاء القسم المتبقي من المجمع السكني المعد لاستقبال العائلات المقيمة في المخيمات بمنطقة عفرين. اليوم سوف نفتتح حوالي 8 كتل سكنية، كل كتلة 16 شقة، الشقة 45 متر عبارة عن غرفتين ومنتفعات. طبعا هذه الشقق جاهزة وتم بناءها حسب الخطط الهندسية والإنشائية والمعمارية. طبعا هذه القرية كما ترون مخدمة بالبنى التحتية، وأيضا فيها من المرافق المسجد ومعهد تحفيظ القرآن، وفيها مركز صحي، وفيها روضة أطفال وشوارع مرصوفة، والآن نقوم بإنشاء حدائق للأطفال في هذه القرية السكنية. يستوعب المشروع 300 عائلة، سيقسمون في بيوت إسمنتية كاملة الإكساء، بما يؤمن لهم الخصوصية والتخلص من أعباء الإقامة في المخيمات وما تحمله من مشاق ومتاعب صيفا وشتاء. أنا من تل مرديخ، بال 2019 نزحنا من تل مرديخ باتجاه الشمال السوري، ما في مأوى، كان عملنا خيم وبركنا وكنا بيركين، يعني بخيم ايش بدها تكون، في فرق كبير يعني مثلا بين ما تكون بجادير بين ما تصير بناء. حياة المخيم يعني لا يرسى إليها، وهلق الحمد لله رب العالمين صرنا ببناء، والله يعطيه العافية ويسامه الخير. نزحنا من سنتين ونص، جينا على الغزاوي وقعدنا بخيمة، وكانت يعني ظروفنا كتير صعبة، لا مدرسة لأولادنا، ظروف صعبة، مطر، تلج، وهاي الشتوى كتير كتير كانت صعبة علينا. الحمد لله الله أكرمنا وجينا على قرية بسمة ولقينا فيها كتير يعني شغلات متوفرة لنا ولأولادنا، يعني مثل المدرسة، مثل المستوصف، الوضع الصحي، المي فيها، النت، يعني كل شيء الحمد لله فيها كويس بالشتاء وبالصيف. تأمل المئات من العائلات في المخيمات الحصول على فرصة للانتقال منها إلى مساكن إسمنتية، وهو دور بدأت المنظمات الإنسانية العمل عليه وإن بشكل محدود. تخفف هذه المشاريع من الآثار السلبية للمخيمات والأضرار التي لحقتها خلال فصل الشتاء، وهي رغم ذلك خيار صعب على الأهالي الذين يعتبرون العودة لديارهم هي الحل النهائي لإنهاء معاناتهم. هذه تغطية تلفزيون سوريا، منطقة عفرين، ريف حلب الشمالي.